شماوة غورة وروح حط كتشال على المين آمين تشبحت لا لا بمرة ومي تشبحت لا لا بمرة ومي تشبحت لا لا بمرة ومي ما لرعش لا ما صورة طاوة لو لينا شا فالعدان العالمين آمين Strengthen our Lord and our God, our weakness by your mercy, that we may celebrate the holy mysteries which have been given for the renewal and redemption of our weak nature through the mercy of your beloved Son, مَرَدْخُلِ الْعَالْمِينَ آمين أَوَدِ لَخِبْعِ تَرَبْثَ هَلَّلُيَا وَوَعَمِ سَنْجِ زمر الأخ هللويا 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 صلي شلام وعلبتي كل عذرانك طيب واضد الواثد لامث برعين او ديلق وانشب حاقد لا شلوى بعيت مخللت بين كل عذراني وخلطوين دتو ما روارو يدخل العالمين امين لا خمارة خلا مودينا لا خيشو عمشي حمشب حينا دتم نحمان الطغرين والتبار قد نوشاثا طاول موداي المريا والمزمر الاشماخ مريما لا خمار ادخل مودينا ولا خيشو عمشي حمشب حينا دتم نحمان الطارين والتبار قد نوشاثا شوحا لا وولورا والروحة قدشا من عالم وذم العالم آمين وآمين لا خمارة خلا مودينا ولا خيشو عمشي حمشب حينا دتم نحمان الطغرين والتبار قد نوشاثا صلي شلام أمان التما شاري رايثم نحمان الطغرين والتبار قد طاوت نوشاثا ومن أطران من أتحيا والأخمار حياوينا حياوينا نودي منزقت ونشبع بخل عدن مارد خو للعالمين من دار مقلخ وشبح كل عمال لا حيا قد شاء لها قد شاء حلثنا قديش لا ما يوثى أفراح معلي شو حلاوة ولورة والروحة قدشة قديش لها قديش حلثنا قديش لا ما يوثى أفراح معلي من عالم وذم العالم آمين وآمين قديش لها قديش حلثنا قديش لا ما يوثى أفراح معلي إيه
صلش لما ما. O Holy Glorious Matron Immortal, one who dwells and delights in the saints, we implore you, Lord, turn to us, forgive us, and have mercy on us always, O Lord of all, Father, Son, Holy Spirit, forever. Amen. أن نعقول لنا يا ربنا وإلهنا لننصت إلى كلماتك ونفهم وصاياك المحية والإلهية وهب لنا بنعمتك النجد من المحبة والرجاء والخلاص لنفوسنا وأجسادنا فنرنم لك المجد يا رب الكل أيها الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس يقول يا إخوة بارخ ما ينورك المسيح بحكمة التعليم المقدسة ويجعلك مرآة النيرة لكل الذين ينصتون إليه. لكن الله الغني بمراحمه من أجل حبه الكثير الذي أحبنا به إذ كنا أمواتا بخطايانا أحيانا مع المسيح وخلصنا بنعمته وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات بيسوع المسيح ليظهر للدهور المستقبلة عظمة غنى نعمته ولطفه الذي صار لنا بيسوع المسيح فإننا بنعمته خلصنا بالإيمان وذلك لم يكن منكم إنما هو موهبة الله لا من الأعمال لئلا يفتخر أحد لأننا نحن خليقته خلقنا بيسوع المسيح للأعمال الصالحة التي أعدها الله من قبل لنسلك فيها فلذلك تذكروا أنكم أنتم الأمم كنتم قبلا في الجسد وكنتم تدعون غرلة من المدعوين ختانا وهو عمل يد في الجسد وأنكم كنتم وقتئذ بغير مسيح وكنتم غرباء عن سياسة إسرائيل وأجنبيين عن عهود الموعد وكنتم بلا رجاء وبلا إله في العالم فأما الآن بيسوع المسيح فأنتم الذين كنتم قديما بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوتي آمين. هللويا هللويا قديشا مارا إيشو عمشيحا كارزوثا آت يوحنا شوحا لمشيحا مارا أمين شلا تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه إلى السماء وقال يا أبتي قد أتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك كما أعطيته السلطان على كل بشر ليعطي لكل من أعطيته له حياة الأبد وهذه هي حياة الأبد أن يعرفوك أنك أنت إله الحق وحدك والذي أرسلته يسوع المسيح أنا قد مجدتك على الأرض إن العمل الذي أعطيتني لأعمله قد أكملته والآن مجدني أنت يا أبتي عندك بالمجد الذي كان لي عندك من قبل أن يكون العالم قد عرفت اسمك للناس الذين أعطيتهم لي من العالم هم كانوا لك ولي أعطيتهم وقد حفظوا كلمتك والآن
علمت أن كل ما أعطيته لي هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيته لي قد أعطيته لهم، وهم قبلوا وعلموا حقاً إني من عندك خرجت، وآمنوا أنك أنت أرسلتني. وأنا أطلب من أجلهم، لست أطلب من أجل العالم، بل من أجل الذين أعطيتهم لي، لأنهم لك، وكل شيء لي هو لك، والذي لك هو لي، وأنا ممجد فيهم. ولست أنا بعد في العالم، وهؤلاء هم في العالم، وأنا أجيء إليك. أيها الآب القدوس، احفظهم باسمك الذي أعطيتني ليكونا واحدا كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت أنا أحفظهم باسمك. إن الذين أعطيتهم لي قد حفظتهم، ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. وشو حاب لا لا أميناي، شو حاب لمشي حمارا. أبري من أبسيد. بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين. جود افترنون. شلون الصحه؟ ان شاء الله دائما بالصحه والعافيه اتمناها لكم. انجيل اليوم بينو عمق لاهوتي كثير عميق، دا يوضح يسوع رسالته تقريبا خلصت. مثل ما كان الانجيل هسه هو انجيل يوحنا فصل 17. قبل هاي الفصول جلوس يسوع مع التلاميذ 13 14 15 16، كان جالس مع التلاميذ. وفصل 13 كان عمل غسل أرجل التلاميذ، يختلف كليا عن الأناجيل الباقية اللي هي متى ومرقس ولوقا. يوحنا يختلف، يوحنا دا يكتب الأحداث لأنه هو عايش هاي الأحداث، كان موجود مع يسوع. وأحلى نقطة يذكرها الإنجيلي يوحنا دا يقول: ورفع يسوع عينيه إلى السماء. حلوة هاي الكلمة، رفع يسوع عينيه، تذكرنا بمثل الفريسي والعشار. الفريسي وقف قدام الهيكل دا يسوي منية على الله أنه يصوم كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل، بينما العشار الخاطئ كان واقف بالنهاية ولم يرفع عينيه إلى السماء، كان يضرب على صدره ويقول اللهم ارحمني أنا الخاطئ. معناته بهذا الكلام يسوع اليوم يرفع عينه إلى السماء دا يصلي. سؤال يجي على بالنا، المنو دا يصلي إذا هو الله؟ يسوع يصلي بالطبيعة الإنسانية حتى يعلمنا إحنا شون نصلي، نرفع عيننا إلى الله، ننزل عيننا وندخل إلى عمق كياننا حتى نصلي، نرفع إيدينا. فإذا حتى حركات الجسد مالتنا هي محسوبة بالصلاة، حتى ما نشرد في صلواتنا لازم نشارك جسدنا بالصلاة، وروحنا وعقلنا وفكرنا كله لازم تصلي. اليهود لما يصلون أمام هيكل سليمان، يمكن شايفيها أنتم بالأفلام، يمسكون الكتاب مالتهم يقفون قدام الهيكل وكل جسمهم، الشفايف مالتهم وجسمهم يصلي. معناتها الحركة كل جسم دي يصلي لله. اليوم يسوع رفع عينيه إلى السماء حتى يعلمنا إحنا نصلي، وهاي أطول صلاة يسجلوها أن الإنجيليين متى ومرقس ولوقا ويوحنا أنه يسوع صلى. يذكر في إنجيل لوقا يقول: وصعد يسوع إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة. معناته كل اللي كان دا يصلي بس ما دا يذكر شنو هي الصلاة اللي صلاها. اليوم يوحنا دا ينطينا تفاصيل دقيقة، يسوع صلى هاي الصلاة، وهاي الصلاة تسمى
هسه منهم يسموها صلاة يسوع الكهنوتية أو صلاة عائلية أو صلاة وداعية أو صلاة أسرارية، كثير معاني بها هاي الصلاة. بعدين قال لنا الإنجيلي الحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنك أنت الإله وأنك أرسلت ابنك الوحيد يسوع. مجدني بالمجد اللي كان عندي يمك. شوفوا يوضح يسوع بخلال هاي الصلاة مع التلاميذ، يوضح للتلاميذ أنه أنا هو الله، لا تخافون، راح أكون معاكم بصورة روحية، سوف أرسل لكم المعزي، هو يعلمكم، هو يرشدكم، هو ينصحكم، هو يذكركم بكل ما قلته لكم. فلهذا يسوع يقول أنا أتممت رسالتي كإنسان على وجه الأرض. الدور هسا عليكم وعلينا كلتنا. فالتلاميذ لما استلموا هاي المهمة حتى يكملون رسالة يسوع إلى أقاصي العالم، والتلاميذ هم مو هذول بس ال 12، كلتنا احنا تلاميذ لازم نحمل هاي البشرة. شنو الفائدة أنا أقرأ الكتاب أو أصلي بس فكري مو بالكتاب وفكري مو بالصلاة؟ ليش أنا دا أصلي؟ قول أحد الآباء يقول إذا تصلي وشرد فكرك وقف صلاتك، أخذ نفس عميق، أرسم صليب على وجهك وكأنه أبدي مرة ثانية تصلي. لا تخلي الشيطان يسيطر بصلاتك وحتى تشرد بهاي الصلاة، لازم تركز، لأنه الصلوات اللي إحنا نصليها إذا كانت الأبان الذي في السماوات لازم أفكر بيها، شلون أبوي هو بالسماوات، أنا أريد أصلي هسا. لتكن مشيئتك، نتأمل بيها، ما ننطي مجال للخطيئة أو للشيطان يدخل ويخلينا نشرد. فلهذا السبب اليوم يسوع كان مركز كل حياته أنه دا يصلي. أول بيها ثلاث مقاطع، أول مقطع هو التمجيد لمجد الابن ومجد الآب، والمقطع الثاني ماذا قال؟ أنا أصلي من أجل التلاميذ ولست أصلي من أجل العالم كله. يسوع اجى خلاص العالم كله، ليش يصلي بس لاجل التلاميذ؟ لانه هم هذول التلاميذ اللي راح يحملون شعله الايمان، شعله الرساله، حتى يروحون يبشرون بها. والمقطع الثالث يطلب الوحده، كما انا والاب واحد ليكونوا هم ايضا واحدا. اليوم هو السؤال يطرح نفسه، وين وصلنا بهاي الرساله اليوم؟ رساله الكاهن هذا ما يقوي احساسنا بمسؤوليتنا. اليوم الكهنة اللي خدموا بهاي الإرسالية فأمام اقتراب الموت أو اقتراب نقلة الكاهن، يصلي يسوع خاصة من أجل نفسه. هو يحتاج أن يعرف، أن نعرف كلتنا من هو يسوع. هو الكاهن المسؤول لازم يعرف أنه هاي الرسالة يراد لها تتمم، يراد لها تكميل، يراد لها مسيرة تسير لقدام. يسوع ما قال أنه يسوع راح يصعد يصلب في أورشليم ويموت ويصلب ويموت ويدفن، بس ما خلصت الدفن، ويقوم في اليوم الثالث. وعلينا إحنا نكمل هاي الرسالة، رسالة تبشيرية، رسالة خلاص اللي يسوع إجا من أجلها. ولهذا نشوف يسوع ما زار كل العالم وصار بها مسيحيين. اليوم almost تقريبا 2 بليون مسيحيين موجودين بالعالم، بس من هذول 2 بليون 1.8 بليون كريستيان ان ذا وورلد، هاو ماني فروم ذم ذي براكتسينج ذير فيث، هاو ماني اوف ذم ذي بيليف ان اونلي وان جاد، هاو ماني اوف ذم ذي دو ذا ويل اوف جاد، او جاست اي ام ا كريستيان؟ نو، يو هاف تو بي براكتس، يو هاف تو بي شو the God to other people, مثل ما Jesus, as a Jesus is show for us, because our brain is too small to put this glory of God in our brain. We have to believe by Jesus. With Jesus, he show us who is the God. God is love.
If you don't love, that means you don't know who is our God. If you don't teach that love of God, you don't know how to read the Bible, because the Bible is love. The Bible is God. Show His act, show us the act with us, how they work with the disciples, and to be strong to take that mission and continue the mission in the other world. يسند يسوع رسالته إلى التلاميذ. خايف يسوع على التلاميذ لأن راح يصيب لهم اضطراب وخوف من الأحداث اللي راح تصير مع يسوع، راح يسلم بيد الكهنة والكتبة والفريسيين ويصلب. خايف هذول التلاميذ لا يفقدون إيمانهم. بعدين لما قام من بين الأموات قال له لتوما تعال لا تكون غير مؤمن بل مؤمنا. اليوم دا يدعون يسوع مرة ثانية بعد موته وقيامته، تعالوا لا تشكون. بس اليوم رسالتنا احنا لازم نعطي هاي الهبة اللي اعطانا اياها ربنا حتى نوصل رسالة يسوع ونعيش، ما بس نوصلها لازم نعيشها حتى اللي يشوفنا يقول فعلا هذول تلاميذ يسوع. اخوتي خواتي المباركين، يسوع دائما يدعونا إلى المحبة، دائما يدعونا إلى الوحدة. كافي تقسيم بجسد يسوع، وإحنا دا نقسمه كثير بوقتنا الحاضر، واحتمال إذا يجي مرة ثانية يسوع راح نصلبه. ما تقبل غلط لأنه تأثر على مصالحنا، نخاف على مصالحنا الشخصية يمكن نصلبه. ما بس إحنا نؤمن بإله الواحد، نقول بالكلام ما بالعيش. الإيمان الحقيقي هو أن أعيش هذا الإيمان مع أخوتي البشر، مو مع نفسي، مع كلتنا مع بعض، ونكون كلتنا يد واحدة حتى يشوفونا يقولون فعلا هذولا تلاميذ يسوع. نتمنى أن نعيش كلمة يسوع ورسالة يسوع اليوم هي وداعية للتلاميذ حتى يشجعهم، حتى يقويهم أن يكونون ثابتين مثل صخرة الإيمان في تجارب الحياة. آمين. نشاثا نضعذاذي لو نورا ورعة قدشان أيها الرب الإله القدير، نسألك متضرعين أن تكمل معنا نعمتك وتفيض بواسطتنا موهبتك وتغفر برحمتك وحنانك خطايا رعيتك التي اخترتها بنعمتك. يا رب الكون أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. ربنا قرع الآلهة هم زمنيت الحي حثي بغري واذمم حسيانا صبيق نوميكون وازميرا ثدروحا شبع أوداو وارمل كادا حل صيدا وفرقان بصلي وي يولام بغري واذمي دوي روزين كلون قديشي قاعن لي قديش 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 محيانا. نتقبل قربانا انا ببي قلياثة ونتقدش ملثد آلهة ورود قدش نهويلا العذرانة والفرقانة والحيد العالم علمين ملكوثة دشمية طيبوثة دمشيحة. المجد للآب والابن والروح القدس نذكر على المذبح المقدس العذراء مريم أم الله من الأزل وإلى الأبد آمين وآمين. يا رسل الابن الوحيد ومحبيه صلوا ليعم السلام في المسكونة ليقل الشعب كله آمين وآمين.
ذكراك يا مر يوسف على المذبح المقدس مع الأبرار الصديقين والشهداء المكللين. ها قد رقد على رجائك جميع الموتى، ابعثهم يا رب في قيامتك المجيدة. نؤمن بإله واحد، الآب ضابط الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نورا من نور، إله حق من إله الحق، مولود غير مخلوق، مساو الآب في الجوهر، الذي على يده صار كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وولد من مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عوضنا في عهد بيلاطس المنطي، تألم ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا سيأتي بمجده العظيم ليدين الأحياء والأموات الذي ليس له انتهاء انقضاء. ونؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب والابن ومع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية نقر ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة في العالم العتيد، آمين. لنصلي السلام معنا، صلوا لأجل آبائنا البطارك والأساقف وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارى وكل الذين رقدوا وخرجوا من هذا العالم بالإيمان الحق، وجميع أبائنا وإخوتنا وبنينا وبناتنا وجميع رؤساء المؤمنين محبي المسيح وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين هنا وفي كل مكان. يمنحنا الله الذي نصرهم بالقيامة من بين الأموات رجاء صالحا معهم ونصيبا وميراث الحياة في ملكوت السماء. نسألك متضرعين أن تعضدنا لنخدمك بمحبة كاملة وإيمان حق، ونؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. السلام معكم. أخ ومروحا إخوتي، تبادلوا السلام بمحبة المسيح. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit be with us. الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. ارفعوا أفكاركم إلى العلا. إليك يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أيها الملك المجيد، يقرب القربان لله رب الكون، يليق ويجب السلام معنا. والكروبين
السرافيم القديسين الذين ينادون بعضهم بعضا قائلين: قدوس 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 الرب الإله القوي، السماء والأرض مملوءتان من مجدي، أشعنا في العلا أشعنا لابن داود، مبارك الذي أتى ويأتي باسم الرب، أشعنا في العلا. الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا بيديه المقدستين ورفع عيني إليك أنت الله أبا ضابط الكون، وشكر وبارك وكسر وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا منه كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم لمغفرة الخطايا. آمين. In a similar way, after the supper, he took the cup with his sacred hand and gave you thanks and blessed. He gave the cup to his disciples and said, "Take this, all of you, and drink from it. This is my blood, the blood of the new and everlasting covenant, the mystery of faith, which will be shed for you and for many for forgiveness of sins." Amen. كلما صنعتم هذا تعيدون ذكري، نؤمن ونعترف، ونرضى عقلنا ونصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائضة، فعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. صلوا في قلوبكم السلام معنا، إليك الورد يا مريم يهدى من أيادينا، هلمي واقبلي منا عربنا حبي أكيد ما تهانينا، أكيد ما تهانينا، على الأبواب أطفال لهم في العيش آمال، يذوب القلب إن قالوا حنوا علينا بأقوات تغذينا، بأقوات تغذينا، حروب تملأ الأرض وضيق عنه لن نرضى، غدونا كلنا مرضى وليس فينا سواك من يداوينا، سواك من يداوينا. قفوا بصمت وإجلال. آتي يا مارا روح قديش ليأتي يا رب
روحك القدوس. May your Holy Spirit come, O Lord, and rest upon this sacrifice to bless and sanctify it may become for us the pardon of death, the forgiveness of sins, the great hope for the resurrection of the dead and a new life in the kingdom of heaven with all who have pleased you. بأفواه منطلقة ووجوه مشرقة نحمدك على تدبيرك العظيم لنا ونمجدك دوما في كنيستك المفتدات بدم مسيحك الكريم الآن وإلى الأبد. آمين. تقربنا يا ربنا وإلهنا رحمتك من هذه الأسرار المجيدة والمقدسة والمحية والإلهية ونحن غير مستحقين. حقا نحن غير مستحقين. نقترب يا رب مؤمنين باسمك الحق من هذه الأسرار المقدسة ونكسر بحنانك جسد سيدنا يسوع المسيح ونسمه بدمه الكريم. باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. The life-giving body of our Lord Jesus Christ, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, forever. Amen. يسوع المسيح بدمه الغافر باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الكروبيم والصرافيم ورؤساء الملائكة واقفون أمام المذبح بخوف ورهبة وينظرون إلى الكاهن وهو يكسر ويقسم جسد المسيح لغفران الخطايا. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the Father, and the communion of the Holy Spirit be with us. الآن وإلى الأبد. لنقترب كلنا بالتقوى والإجلال لتناول جسد مخلصنا ودمه الكريم. لنتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان حق. فلنقتبل إذن هذه موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وتواضع عميق ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وتأثر بالغ ولنندم تائبين على خطايانا طالبين الرحمة والمغفرة من الله رب الكون ومسامحين إخوتنا زلاتي. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا ونمنقين نياتنا من الخلافات والخصومات. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا ونفوسنا صافية من كل حقد وعداء. اغفر يا رب خطايانا
أرواحنا وزلاتنا، نتناول القربان فنتقدس بالروح القدوس. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، لنشترك في الأسرار بالمصالحة والوفاق المتبادل. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا وللحياة الأبدية. لنصلي السلام معنا. Our sins and offenses and sanctify us by your grace. لنكون أهلا للوقوف دوما أمامك بقلوب نقية ووجوه مشرقة بالدالة التي وهبتها لنا برحمتك، ندعوك كلنا قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسبحة إلى أبد الآبدين. آمين. أجل يا إلهنا وأبانا الفائز رحمة، نطلب إليك مبتهلين يا رب. يا رب لا تدعنا نسقط في التجربة لكن نجنا من الشرير وأعوانه، لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض. أشاء وأخل إزوان والعالم عالمين. آمين. إسلام عم خون أماخ عم روحا قديش بشويل بكاملوثا هذا وقديش حضبرا قديش حضروح قديش شو حلاو لورا وضروح قديش العالم علمنا من شباح للا حيا تشبه قلب ايتي والي رحمة وحنان بخلون زونة وعداني خلون زونة وعداني قدس أجسادنا بجسدك المقدس واغفر ذنوبنا بدمك الكريم ونقي ضمائرنا بحنانك أيها المسيح رجاؤنا الآن وإلى الأبد. مهوثة طيبة محيانا مارني شامشيحة تشتمل برحمة عم كل العالم علمنا من أحاي قبل بارد ورام رعيتا اشتو كاسب ايمان وثبيث ملك ثام. الأسرار التي نتناولها بإيمان اجعلها يا رب لنا للغفران. أيها المسيح ملك الدور، أنت بشبه الخالق والمخلوق، بجسدك ودمك غفرت خطايا المؤمنين بك. أهلنا يوم ظهورك للسرور بملاقاتك ومع المراتب السماوية نؤدي المجد. آمين.
ثم آمين. كلنا نحن الذين بموهبة الروح القدس اقتربنا واشتركنا في تناول هذه الأسرار المجيدة المقدسة والمحية والإلهية، لنشكر جميعنا سوية ونمجد الله واهبا. سبحانه على موهبتي التي لا توصى، لنصلي السلام معنا يليق يا رب مدى الأيام، ويحق في كل الأوقات أن نرفع لك الشكر والمجد والسجود، لأنك أهلتنا بنعمتك نحن المائتين لنقدس اسمك مع روحانيين، ونلتذ بعذوبة أقوالك، ونشترك في أسرار موهبتك يا رب الكون. أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى الأبد. بارخ ما الله الذي باركنا بكل البركات الروحية بالمسيح يسوع ربنا، الذي أعطانا جسده ودمه عربون الحياة الأبدية، هو يبارك جمعنا. آمين. ويلم شملنا. آمين. ويقدس شعبنا. وتنعم بقوة هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية الإلهية، وبعلامة الصليب الحي تكونون موسومين ومصونين من كل أذية خفية وظاهرة الآن وكل أوان وإلى الأبد. مبارك للجميع، أتمنى دائما بالصحة والعافية، وربنا يحميكم ربنا يحفظكم. Wish you all a blessing this holy mass. God bless you all. أبتي أبتي قد أتت الساعة، مجد ابنك لكي يمجدك فيهب الحياة الأبدية للذين وهبتهم له بالسلطان الذي أهديتني. وما الحياة الأبدية إلا أن يعرفوك ويعرف المسيح الذي أرسلته، ويعرف المسيح الذي أرسلته، ويعرف المسيح الذي أرسلته، ويعرف المسيح الذي أرسلته. على الأرض رفعت إليك المجد، فمجدني الآن يا أبتي، لأني أظهرت اسمك للعالم وأتممت العمل يا أبتي.
لتكون فيهم المحبة، لتكون فيهم المحبة التي إياها أحببتني، وأكون أنا فيهم، وأكون أنا فيهم. أيها الآب القدوس، أيها الآب القدوس، أنا آت إليك، أنا آت إليك في الحق قدسهم، في الحق قدسهم، قدسهم.